السلام عليكم ورحمة الله. نزولا عند رغبة العديد من التلاميذ، بزاف التلاميذ اللي صيفطوا لي دي كومونتير وقالوا لي يا أستاذ عفاك واش ممكن تشرح لنا بالعربية. أنا إن شاء الله قررت ابتداء من اليوم باش نكمل الدروس ديالي الشرح بالعربية. اسمحوا لي، كنت شوية عيان، ضربني البرد وما درتش لي فيديوهات من قبل، هذه جوج سيمانات. ان شاء الله اليوم غادي نستأنفو الفيديوهات ديالنا، وكيف ما كتشوفوا حنا دابا في الصفحه ها هي تحت الصفحه 66، صفحه 66، وغادي نشوفوا طبيعه الحال لا سيكون 5 ريديجي دي لتر بور انفيتي دي بينيفيسيي. غادي نتعلموا باش نكتبوا رسائل باش ندعيو دعوة، نصيفطو دعوة بوغ انفيتي دي بينيفيسيار مستفيدين. اكتيفيتي دو ليكتور، نشاط اليوم هو ليكتور ان، يعني قراءة واحد. ايدونتيفيي لي كاركتيرستيك دي ديفيرون جونغ دانفيتاسيون، لنعرف المميزات لمختلف الانواع ديال انفيتاسيون ديال الدعوات. جو لي اي جو كومبخون، أقرأ وأفهم. جولي سيلونسيوزمون لي دوكيمون سويفون، أقرأ بصمت، يعني غير بعينية، الوثائق التالية. دوكيمون أن، نشوفو دوكيمون أن، هما كاينين شحال كاينين؟ كاين تلاتة، هاد دوكيمون أن، هاد دوكيمون دو، هاد دوكيمون تروا، وكل وحدة غادي نشوفوها على حدة بوحدها باش نفهمو كل وثيقة وأش كتعني. الوثيقة الأولى كلوب أنفيرونمون دي كوليج النور 2017-2018، نادي البيئة لإعدادية النور 2017-2018، أون بارتناريا أفيك لاسوسياسيون الحياة بوغ لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون، بشراكة مع جمعية الحياة لحماية البيئة. لو كلوب أنفيرونمون دو كوليج النور، النادي البيئي لإعدادية النور، إيتوغو دو فوز انفيتي، سعيد بدعوتكم. Le vendredi 14 décembre à 14h. يوم الجمعة 14 دجنبر على الساعة الثانية زوالا. À une conférence débat لمؤتمر نقاش intitulé بعنوان تحت عنوان Sauve moi, je te sauve. أنقذني أنقذك. يعني في هذه الوثيقة الأولى كيبان لنا أننا عندنا واحد مؤتمر نقاش للعنوان ديالو أنقذني أنقذك، اللي غادي يكون نهار الجمعة 14 دجنبر مع الساعة الثانية. شكون اللي منظمو؟ منظمو كلوب انفيرونمون دي كوليج النور، نادي البيئي لكوليج النور. هذا هو واحد اللوغو ديال هاد لافيش هادي، هما مديرين افيش ياك. كونفيرونسيي هو هذاك اللي المتحدث في المؤتمر، سميتو سعيد عالمي، كليماتولوج، هو متخصص في البيئة في الكليما في الجو، كليماتولوج عالم بيئي. SOS بلانيت، هاد SOS هادي كتعني سينيال دالارم، هاديك استغاثة، طلب الاستغاثة لنجدات الكوكب، كوكب الأرض. كونتاكت كلوب انفيرونمون اكوميرسيال جيميل بوان كوم، طبيعة الحال هذا هو الايميل ديالهم، ايميل ديال النادي البيئي، سميتو نادي البيئي اروباز اكوميرسيال جيميل بوان كوم. http twitter.com hashtag 2017، هذا سيت انترنت ديالهم. نشوفوا الوثيقة الثانية دابا باش نمشيو للأسئلة بطبيعة الحال. الوثيقة الثانية دوكيمون 2، انفيتاسيون دعوة لو كلوب انفيرونمون دو كوليج. اسمحوا لي كما قلت لكم راه باقي ضربني البرد. Le club environnement du collège en janvier a le plaisir de vous inviter à une exposition photo le 15 décembre 2017, thème la nature et nous, lieu salle des professeurs. Donc, dawa, invitation y dawa. Al-Nadi al-Bi'i li i'dadiyat 11 yanayir, i'dadiyat 11 yanayir, a le plaisir de vous inviter à une exposition photo. Sa'idun bida'watikoum لحضور عرض صورة أو عرض صور، أين إكسبوزيسيون فوتو، خاصهم واحد الإس هنا ربما نساوها، أين إكسبوزيسيون فوتو، عرض صور، مش عرض صورة وحدة، إنما عرض صور.
لو 15 ديسمبر 2017 15 دو جانبير في 15 دو جانبير 2017 لو تيم هو الموضوع لا ناتور اينو الطبيعه ونحن نحن والطبيعه حيت بالفرنسيه ماشي بحال العربيه مثلا بالفرنسيه كنقول مونامي اي اي موا صديقي وانا ولكن بالعربي كنقول انا وصديقي انا وامي مامو اي موا انا وابي بابا اي موا بالفرنسيه كنسبقوا الاخر عاد حنايا وبالعربيه كنسبقوا نفوسنا عاد الاخر كنقول انا وصحابي لكن بالفرنسيه الا بغيتي تكتبوا كتقولوا صحابي وانا يعني ميزامي اي موا ما عمرك ما تسبق راسك في الفرنسيه لانها امبولي يعني كتعبر على غير الاحترام عن عدم الاحترام ليو سال دي بروفيسور المكان اللي غتقام فيه هاد ليكسبوزيسيون فوتو فين هو سال دي بروفيسور قاعه الاساتذه طبيعة الحال ديال المدرسة ديالنا ديال 11 يناير الوثيقة الثالثة نشوفوها مجموعين كيف ما كتشوفوا هنايا بغيت نقاد غير الصورة باش تكون بحال بحال التليفون ما تكونش عوجة فوالا بحال ما هكا هي كتبة ليا واضحة في التليفون دابا نقراو واخا كلوب اس او اس انفيرونمون نادي الإغاثة البيئي نادي الإغاثة البيئي ايتابليسمون الأرز إفران مؤسسات الأرز في مدينة إفران إفران مدينة إفران لو 22 سبتمبر 2017 يوم 22 شوتنبير شهر 9 هذا 2017 ا لا اتونسيون دو مسيو لو مير دو لا فيل ديفران الى السيد عمدة المدينة ديال إفران مسيو لو مير هو العمدة عند لي فرونسي هما اللي كانوا كي عندهم لو مير حنا ما كانش عندنا هذا نظام جديد اللي كان ولا ربما انا بقيت مذكر كان ولا في 2005 داروا هذا النظام هذا ديال مسيو لو مير باش كان حنا عندنا في مدينه الدار البيضاء كان مسيو ساجيد هو اللي كان عمده الدار البيضاء اول واحد ولا عمده عندنا في الدار البيضاء مسيو ساجيد الا بقيتو كتعقلوا على هذا الشيء ما عقلتش عندنا السنوات بالضبط ولا عندنا هذا السيستيم ديال العمده حنا كنا كنسمعوا في مصر وكنا نسمعوا في فرنسا هي عمده البلد Objet, le mot invitation à la participation à l'ouverture de la journée sur l'environnement. Dawa, les moucharakats. À l'ouverture de la journée. Lyoum, iftitahi, hawlat tabi'a. L'ouverture de la journée sur l'environnement. Anishna humam, saifetin humam, monsieur le maire, هاد الكلوب اي اس اس انفيرونمون صيفط لمن مسيو لو مير هذا هو لو ديستيناتور هو اللي مصيفط هذا هو اللي مصيفطي ليه لو ديستيناتور الموضوع تاع الرساله دعوه لمشاركه افتتاح اليوم حول الطبيعه او حول البيئه مسيو لو مير سيدي العمده Vous attachez beaucoup d'importance à l'environnement comme en témoigne le nombre de projets écologiques et de développement durable que vous avez réalisés dans la région. أنتم تولون عناية كبيرة للبيئة كما هو مشاهد أو ملاحظ العدد الكبير للمشاريع البيئية والتنمية المستدامة development durable هي التنمية المستدامة que vous avez réalisé dans la région الذي المشاريع التي قمتم بها في أو حققتموها أو أنجزتموها اللي درتوها في المنطقة dans la région notre ville إفران مدينتنا إفران كابيتال إيكولوجيك دو بيي بار إكسيلونس هي عاصمة بيئية للبلد يعني المغرب بار إكسيلونس بامتياز بغي بار سيرياليزاسيون أنفيرونمونتال تلمعو شناهي مدينتنا نوتغ فيل إفران تلمعو بإنجازاتها البيئية par ses réalisations environnementales, إنجازاتها البيئية, à tel point qu'elle est classée parmi les villes vertes. إلى حد إلى درجة كبيرة أنها في مرتبة بين المدن الخضراء et compte parmi les rares villes وتعد من بين المدن القليلة قليلة rares villes les moins polluées du Maroc الأقل تلوثا في المغرب فهمت الفكرة بين دابا En plus,
بالإضافة إلى ذلك اون بلوس هذه ديما كنديروها باش ناديسيونيو شي فكرة باش نزيدو شي دي فكرة أخرى اون بلوس أو ني تروف إن بيوديفيرسيتي فونيسك إي فلوريسك روماركابل كي ا توجور إيتي سورس دو ساتيسفاكسيون لوكال إي داتراكسيون توريستيك ناسيونال إي مونديال إي مونديال. شاش كتشوفو عليك طلع شوي فوق باش يبان ليكم كلشي. واخا قلنا اون بلوس زيادة على ذلك او ني تروف ان بيوديفيرسيتي فونيسك اي فلوريسك روماركابل نجد بيوديفيرسيتي اختلاف بيئي فونيسك حيواني اي فلوريسك نباتي بالاضافة الى ذلك انها اقل تلوثا في المغرب نجد انها لديها اختلاف بيئي حيواني ونباتي. إلا مشيتو لإفران غتلقاو فيها الحيوانات وغتلقاو فيها بزاف الحيوانات مختلفة وغتلقاو حتى النباتات مختلفة ملحوظة غوماركابل كي توجو إيتي سورس دو ساتيسفاكسيون لوكال التي كانت هاد البيوديفرسيتي هاد الإختلاف البيئي كان أنه كان دائما واحد منبع سورس منبع ديال الرضا الرضا المحلي يعني الناس ولاد البلاد ولاد افران راضين على هذا الشيء اللي كيشوفوا اذا تراكسيون توريستيك هو الجذب السياحي يعني كتيري كتاتيري التوريست السياح باش يجيو شكون هما السياح ناسيونال اي مونديال يعني الوطنيين والعالميين من داخل المغرب وخارجه دوفون لورجونس دي بروبليم ايكولوجيك الانيفيتابل مناس دو ريشوفمون كليماتيك امام هذه المشاكل البيئيه المستعجله الانيفيتابل مناس دو ريشوفمون كليماتيك والتهديد الاحتباس الحراري الذي لا يمكن تجنبه انيفيتابل ايفيتي هي تجنب انيفيتي لا يمكن تجنب الذي لا يمكن تجنبه هو التهديد الاحتباس الحراري الذي لا يمكن تجنبه انو سامبل كيل فو دابور اجير يبدو لنا أنه من الواجب علينا التحرك لا أونسوم هنا أين نتواجد نحن يعني في مدينتنا pour pouvoir préserver cette richesse naturelle لي باش نقدروا نحميو هاد الثروة الطبيعية الثروة الطبيعية هي هذه اللي قلنا بيوديفرسيتي فونيسك اي فلوريسك فلوريستيك فونيسك اي فلوريستيك. Le club environnement du collège Al-Arz organisera le 23 décembre prochain une journée écologique. Nadi al-Bi'i, les madrasat ou les i'dadiyat al-Arz organisera sayunaddimu yawm 23 janvier al-qadim prochain une journée écologique yawman bi'iyan. مديرين غير نهار واحد صافي مديرينش اسبوع ثقافي اون سيمين كولتوريل و اون سيمين ايكولوجيك لا غير اون جورني ايكولوجيك يوم واحد صافي غيدير فيه هادشي كامل او بروغرام وفي البرنامج اش غادي نلقاو في البرنامج تاع هذا اليوم هذا دي زاتولي دو ريسيكلاج غنديروا ورشات ديال تدوير مثلا نجمعوا الكراتان ونجمعوا القراعي ديال الزاج القراعي ديال البلاستيك وهذا نديروا لهم الريسيكلاج تدوير اعاده التدوير ديالهم دو فيرنيساج هو التلميع منين نمشيو مثلا شي بيرو ونضربوه بالفيرني ولا شي سبوره نعاودو نصبغوها ولا دو فيرنيساج هذا التلوين والصباغه واش اون كونفيرونس ديبا يعني في البروغرام اش غيكين كاين عندنا او بروغرام كاينه ورشات ديال ريسيكلاج ديال اعاده التدوير وعندنا ورشات ديال الفيرنيساج وعندنا كونفيرونس ديبا عندنا مؤتمر نقاش واش عندنا اخر عاوتاني اون بروجيكسيون دو فيلم ايديوكاتيف ايتترا وعندنا عرض افلام تعليميه الى اخره ايتترا سي زاكتيفيتي هاد الانشطه هادي اللي غنديروا في هاد اليوم هذا اون بور بو دو سونسيبيليزي لي جون عندهم هدف ديال توعيه او تحسيس الشباب كي سون لي سيتويان دو دوما اللي هما غادي يكونوا مواطنين الغد انسي كو لوغ بارون وكذلك آباؤهم على بريزيرفاسيون دو لا ناتور اي دي ريشيس لوكال لحماية الطبيعة والثروات المحلية. نكمل الرسالة Nous serions donc heureux de vous compter parmi nos invités de marque. سنكون إذن سعداء لعدكم من بين ضيوفنا الكرام. Et vous invite cordialement, on adoukoum
بكل حب à venir rehausser l'ilmaji, l'irrafi de votre présence, بالحضور ديالكم, اشغتزو, اترفعو لينا شنو, cet événement, هاد الحدث, هاد العظيم, هاد une journée écologique, qui aura lieu à la grande salle des réunions de l'établissement, اللي غادي يكون في قاعة, القاعة الكبيرة للاجتماعات ديال المؤسسة ديالنا. Le but, le début des festivités sera donné à 10h. بداية الاحتفالات غادي تكون ابتداء من الساعة العاشرة. Et à toute fin utile, يعني كل نهاية نافعة, nous vous prions de trouver joint à cette lettre le programme de la journée. نتمنى نرجو أنك تجدون بمرفقة مر برفقة هاد لا لاتر هادي هاد الرسالة هادي لو بروغرام دو لا جورني, يعني صيفطنا لك مع هاد الرسالة صيفطنا لك مع حتى البروغرام دو لا جورني اش غادي يكون كل ساعة وختها من وراها اشنو غادي نديرو يعني البروغرام كامل تاع اليوم. كونتون سيغ فوتو بريزونس, نعولوا على الحضور ديالكم مسيو لو مير, نعولوا على الحضور ديالكم كيتكلموا معانا افيك بوليتيز, ما كيقولوش الحضور ديالك تا بريزونس حيت ماشي صاحبهم, هو عمدة المدينة, يعني كيقولوا فوتخ كيقولوا فو. نو فو بريون, نو فو بريون, نتمنى نرجو نو فو بريون داغري, نرجو ان تتقبل مسيو لو مير سيدي العمدة ليكسبرسيون دو نو ريسبكتيو ساليتاسيون. Il n'y a aucune connexion internet pour le moment. شكون اللي سولك؟ ليكسبرسيون دو نو ريسبكتيو ساليتاسيون يعني تعبير ديال تلفتني اللي خدامه مع جوجل هادي ليكسبرسيون يعني تعبير ديال السلام ديالنا المحترم. سيني الامضاء كلوب انفيرونمون دو كوليج الارز, يعني نادي البيئي ديال اعداديه الارز. بي جي هي بياس جوانت, ديما يسولكم استاذ شنو هي بي جي, كتبوا لي هي بياس جوانت يعني الوثيقه المرفقه بروغرام دو لا جورني. البرنامج اليوم البيئي اللي غنقومو به دابا, غادي نمشيو نشوفوا الاسئله كيف ما كتلاحظوا هنايا قال لك جو تروف لو جونغ دو شاك دوكيمون اون غوليون لي زيليمون دو لا كولون ا ا سو دو لا كولون بي. عندنا هنايا دوكيمون 1 في لا كولون ا, دوكيمون 1, دوكيمون 2, دوكيمون 3, وثيقه 1, وثيقه 2, وثيقه 3, وعندنا بي عندنا اختيارات شنو هي لي اون كارت دانفيتاسيون, دعوه اللي كتسمى بطاقه الدعوه, اي لاتر كونفونسيونيل اللي هي واحد رساله كونفونسيونيل يعني ادمينستراتيف ولا فورميل, يعني ماشي صديق يعني لشي شخصيه, رسالة إدارية كتسمى رسالة إدارية. وثالثا عندنا إنافيش, شنو هي اللي فيهم إنافيش, يعني ديك الدوكيمون الأولى اللي عقلتو شنو هي, قلنا لكم إنافيش ياك, هذيك إنافيش ياك. والدوكيمون الثاني لقينا هي إن كارت دانفيتاسيون. والدوكيمون الثالث اللي قريت دابا هي اون لاتر كونفونسيونيل اللي صيفطها الكلوب اس او اس, صيفطها للعمدة. واخا قال لك جوسولين أسطر جوسولين أسطر لو دوكيمون ادريسي ا تيتر بيرسونيل او ديستيناتير, شكون هي قال لك الوثيقه اللي موجهه للشخص لشي واحد ديستيناتير, هذاك المستقبل, ديك اللي غيستقبل الرساله, هي الدوكيمون ثلاثة. علاش؟ لان مصيفطها لمسيو لو مير, مصيفطها لي شخصيا هو ا تيتر بيرسونيل, مصيفطها لي. الاولى لافيش قال لنا فو يعني نحن, وحنا القراء, حنا التلاميذ, وحتى الثانيه حتى هي التلاميذ والاباء ديالهم, يعني هذه اتيتر بيرسونيل. قال لك جو كومبليت لو طابلو سويفون اون يوتيليزون دي فراز كومبليت, قال لك شنو هو سيدي ليفينمون اورغانيزي, وشنو هي لا دات ولو ليو ولو سوجي باش تبان الصوره كامله كي صيفط ليا كومونتير كيقول ليا استاذ ما كانش كتبان لينا الصوره ولا ما كناش كنسمع الصوت مزيان. واخا قلنا
وشنا هو لو سوجي وشنا هو لو نون دو لانترفونون هذيك اللي غيتدخل اللي غيتكلم لينا شكون هو ياك خا واحد ما غنحاولش نعاود نقرا لان انا قريت ياك نحاول نجاوب ديريكت ياك قال لك اسيدي ليفينمون اورغانيزي في الوثيقه الاولى شنو هو ليفينمون اورغانيزي كيف ما شفنا هو كونفيرونس ديبا ياك كونفيرونس ديبا باسكو اللي قال لي واحد مره ما كنشوفوش داكشي اللي كتكتب كونفيرونس ديبا نحاول نكتب هذه المره كبير باش يبان لكم لكن اللي باغي البارطاج عاونوني بالبارطاج الله يرحم الوالدين باش انا نقدر نعاونكم ونكمل معاكم بحال ما لان البارطاج كيشجعني ملي كنشوف لي لايك وكنشوف لي كومونتير كيشجعوني باش انا نكمل لا ما لقيت هادشي بحال موكا راه نقدر نحبس ما كنتشجعش شجعوني باش انا نتكلم ندير لكم فيديوهات ان شاء الله لا دات شنو هي لا دات 14 14 ديسمبر ياك شفنا 14 ديسمبر 14 ديسمبر 2018 ياك 14 ديسمبر 2018 وشنو هو لو ليو هو كوليج النور كيف ما شفنا كوليج النور ANNOUR النور وشنو هو لو سوجي ديال ديك لافيش اللي شنا لو سوجي سوف موا جو تو سوف عقلتو سوف موا كاين واحد التيري هنايا جو تو سوف شي مكاينش لي سباس ولكن ماشي مشكل نتوما غتكتبو في الدفتر ديالكم عندكم لي سباس لو نون دو لانترفون شكون هو لقيناه هو سعيد عالمي عقلتو ياك وسعيد عالمي رجعوا ديما للوثيقه الاولى وغادي تشوفوا هادشي كامل كاين تماك الوثيقه الثانيه شنو هي ليفينمون اورغانيزي اكسبوزيسيون فوتو قلت باش ندير ديك الاس باش قلت لك مره واقيلا ناسي الاس اكسبوزيسيون فوتو ولكن هاد المره ما غاديش ندير اس نخليها كما كاتبين هما ربما نكون انا اللي غلط ياكو اكسبوزيسيون فوتو وشنا هو لا دات هو 15 ياك 15 دو جانفي 2017 15 ديسمبر 2017 وشنا هي لو ليو فين كاين لو ليو هي قلنا لا سال دي بروفيسور قلتو لا سال دي بروفيسور دي بروفيسور كاين واحد الاس في الاخر ديال الاساتذه وشنو هو لو سوجي لو سوجي لا ناتور اي نو لا ناتور اي نو لا ناتور اي نو لا ناتور اي نو وشكون هو لانترفونون ما كاينش ما عارضينش على شي واحد ياك ما كاينش شي واحد والوثيقه الثالثه ليفينمون اورغانيزي جورني ايكولوجيك عقلتو وصيفطينا لمسيو لو مير جورني ايكولوجيك جورني ايكولوجيك ولا دات هي لو 23 ديسمبر 2017 23 ديسمبر 2017 وشنو هو لو ليو لو ليو هو كوليج ها لو ليو هي لا غروند سال دي ريونيون ياك دي كوليج الارز لا غروند سال لا غروند سال دي ريونيون دي ريونيون ياك ديال هذيك المدرسه ديال الارز اعداديه الارز وشنو هو لو سوجي لو سوجي هو لو ريشوفمون كليماتيك لو ريشوفمون كليماتيك لو ريشوفمون كليماتيك ياكو وشنا هو لو نون دو لانترفونون مسيو لو مير مسيو لو مير بغيت نقول لك مرات القضيه تاع مسيو هنايا كنديرو ام كبيره وكنديرو نقطه ما كنديروش اغ هذيك اللي كيكتبوا بحال موكا مسيو افيك اغ هذه راه غلط هذه لان هذه كتسمى ميستر هذه اون اونغلي اون اونغلي هادي اونغلي انجلش انجلش ياك وبالفرنسيه كنديرو ام بوان ام بوان هي فرونسي هي هادي يعني كنديرو ام بوان مسيو لو مير واخا ندوزو دابا للسؤال الرابع ندوزو للسؤال الرابع اللي كيقول لينا اشنو نشوفو داكشي مقاد هنايا باش من
لقاش لي كومونتير التلاميذ غاضبين. قال لك سيدي جو بريسيز ا كي رونفوا لو برونو بيرسونيل فو دون لي تخوا دوكيمون. قال لك احدد احدد لمن لمن هاد لو برونو بيرسونيل فو لمن يعود رونفوا لمن يعود هاد فو دون لي تخوا دوكيمونتير دون لي تخوا دوكيمون. انا قلت لك دوكيمونتير ها واحد دقيقه شوف هاد اللعيبه ها كيف ما كتشوفوا دابا قلنا الاولى الاولى هاد فو هادي العلم كترجع في الوثيقه الاولى في الوثيقه الاولى كترجع على لي زيليف دي كوليج اي لوغ بارون لي زيليف لي زيليف دي كوليج اي لوغ بارون اي لوغ بارون ياك. والوثيقه الثانيه حتى هي حتى هي لي زيليف لي زيليف دي كوليج اي لوغ بارون اي لوغ بارون. والوثيقه الثالثه هاد فوالا ما كترجع كترجع على مسيو لو مير دو لا فيل دي فران مسيو لو مير دو لا فيل دو لا فيل افران دو لا فيل افران. جو غتيان قراوها بوحدكم باش تفهموها مزيان. غندوزو دابا ندوزو دابا لجيمون تخين ياك ندوزو لجيمون تخين. بان ليا الفيديو طويل شويه فيه فيه بزاف فيه 26 دقيقه. نحبس هنايا ولا نكمل شنو بان ليكم؟ نكمل في الفيديو الجاي واخا نكمل في الفيديو الجاي. يلا نلوح هذا ونكمل في الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا ترقبوا الفيديو الجاي حتى هو فيه التتمه. انا نكتبها لكم غندير لكم سويت غندير لكم سويت وغندير لكم دوزيام بارتي. يلا السلام عليكم.